كلاكيت بي دي كلاب اول مرة؟ اكشن. يوم شتوي قارس البرودة، تخبرنا السماء بأن الغيوم لن ترحل اليوم. أعود ببصري إلى الأرض فأراها مشرقة رغم غمامة السماء. الأرض تشرق بما نغرسه من خير في نفوس أهلها. رحت أتذكر أول خطوة لي لأكون بينكم أيها الرفاق، أفكر فيما دفعني لأستمر بينكم، وفي كل مرة وجدتكم حولي عندما استسلمت وقررت المضي وحيدا. لطالما كنتم هنا حاضرين دائما. الجو يزداد برودة وقلبي يمتلئ بالدفء بينما استقبل الذكريات. قاطع حبل أفكاري يد تربت على كتفي، كانت علامات الدهشة بادية على وجه الشاب الذي قال لي مباشرة دون تحية: لما تتواجدون هنا بهذا الطقس؟ الجو بارد، ما الذي يجبركم؟ وفي تلك اللحظة مر شريط من الذكريات حافل أمام عيني، شريط يمرره الانتماء، الانتماء للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة EBSF. سيدي العزيز، هذا عامنا السادس، والفكرة التي زرعناها في أرض خصبة منذ عدة أعوام نحصدها اليوم في أجيال تأبى أن تفلت يدها من هذا المكان. وكيف لك أن تغادر وتجمعنا هذا لا يغادرك، يقضع في ثنايا روحك لينتهز فرصة حنينك للذكريات، فيبدأ عقلك بعرض صور ينبض لها قلبك فرحا ويبتسم ثغرك تلقائيا. إنها صورنا يوم كنا هنا من البداية وإلى أن نفنى. الذكرى بيننا يا عزيزي هي ما تبقينا على ذاك العهد بإشراق قلوب الناس بما نحمل من علم وإصرار. فمهما انقضت الأعوام سريعا تبقى كلمات الشكر وابتسامات الرضا. هذا التجمع الذي يشملنا بالدفء وقت البرد ويغمرنا بالقوة وقت الضعف. لم نتجمع يوما مرغمين على العمل بقدر ما كانت تدفعنا روح الأسرة والعائلة الواحدة، عائلة تزرع المعرفة والعطاء وترتوي بالأثر، ذلك الأثر الذي على خطاه لا نضل الطريق. ذلك الطريق الذي بدا وعرا في بدايته، بدأه بضع أشخاص تجمعهم فكرة ويرتسم في مخيلاتهم أن فكرتهم هذه ستطرح شجرة معطاءة لا تنضب ثمارها، شجرة ستظل مثمرة ومعمرة يستظل الناس بعلمها ويحتمون بخيرها حتى اليوم. وها نحن ذا في منتصف الطريق، وإذا نظرنا خلفنا سنجد الثمار والأزهار قد زينت كل الطريق. إنها ثمار الوقت والجهد الذي لم نبخل بسقي شجرتنا به.
وثمارنا هذه زرقاء اللون، وهذا ما جعل اللون الأزرق هو الأشد نقاء وبهجة منذ انتمائي إلى هنا. صار رمزا للعطاء كما هو الأبيض رمزا للسلام. فكأننا عندما صرنا جزءا من هذه العائلة عبرنا إلى عالم تختلف فيه الأحاسيس والمفاهيم وكذلك الألوان، فيصير مفهوم السعادة هو أن تشعر بأنك تقدم لمن حولك ما ينفعه. ويحييك في ذاكرتهم. أنا ورفاقي ربما لا تجمع بيننا نفس الصفات أو الأفكار، لكننا جميعا نؤمن بهدف واحد ورغبة واحدة على أن نكون أحسن ما يمكن أن نكون عليه، وتقديم أفضل ما لدينا لكل الناس. ومهما مر علينا من أزمات الدهر وعصفت بنا المشكلات، فإنها لا تزيد على أنها تقوي من عزمنا أكثر فأكثر. سنستند إلى بعضنا البعض وننهض أشد قوة وإيمانا بأن غدا فرصة لنقدم الأفضل فالأفضل. هذه بعض مفاهيم ترسخت في ذهني من ليالينا الطويلة شديدة الدفء رغما عن الشتاء. أتذكر الآن عندما سئلت عن معنى الوطن، وأخذت بضع دقائق متفكرا، ثم انطلق لساني بأنه المكان الذي تحب نفسك فيه والأشخاص الذين تحب وقتك معهم. لا أظن أنني كنت سأحظى بليال عامرة بهذا القدر من العطاء والتفاني والدفء لو لم أكن بينكم يا رفاق. سنكون دائما معا وسنظل ننتمي إلى هنا، إلى EBSF. Thank you.